الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. بعد نيلها ثقة البرلمان، حكومة الفخفاخ تؤدي اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي. السعودية تعلق الدخول لأراضيها لأغراض العمرة والسياحة مؤقتا بسبب فيروس كورونا. العاشرة صباحا الثامنة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، البداية مع ندى رضا. أهلا بك ندى. أهلا بك إيمان. أهلا بكم. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجنازة الرسمية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في مسجد المشير، كما حضر الجنازة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ومسؤولي الدولة، إضافة إلى شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الأرثوذكسية، وكذلك بمشاركة عربية ودولية. ولد الرئيس الأسبق محمد حسني في قرية كفر المصلحة بمحافظة المنوفية، وتدرج مبارك في سلم القيادة العسكرية حتى تم تعيينه قائدا للقوات الجوية. وبعد اغتيال الرئيس الأسبق السادات أصبح مبارك رئيسا للجمهورية، واستمر في الحكم لخمس فترات، بداية من 1981 وحتى تنحيها عن حكم البلاد في 11 من فبراير عام 2011. أمضى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قرابة 30 عاما في الحكم، حفلت بالكثير من الأحداث. ولد مبارك في قرية كفر المصلحة بمحافظة المنوفية في 4 من مايو عام 1928، وعقب انتهائه من تعليمه الثانوي التحق بالكلية الحربية وحصل على البكالوريوس في العلوم العسكرية، ثم حصل على درجة البكالوريوس في العلوم الجوية عام 1950 من الكلية الجوية. تدرج مبارك في سلم القيادة العسكرية، فعين عام 1964 قائدا لإحدى القواعد الجوية، وتلقى دراسات عليا في أكاديمية فرونز العسكرية في الاتحاد السوفيتي السابق. وفي نوفمبر عام 1967 عين مديرا للكلية الجوية، ثم رئيسا لأركان حرب القوات الجوية، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى تعيينه قائدا للقوات الجوية ونائبا لوزير الدفاع عام 1972. وفي عام 1973 اشترك مبارك في التخطيط لحرب 6 أكتوبر المجيدة، حيث بدأ الهجوم المصري على القوات الإسرائيلية بغارات جوية مكثفة ساعدت في دعم عبور القوات المصرية لقناة السويس واقتحام خط بارليف. وقد رقي مبارك في العام التالي للحرب إلى رتبة فريق، ثم اختاره الرئيس الراحل أنور السادات نائبا له في عام 1975. كان دور مبارك أساسيا أيضا في التفاوض مع إسرائيل حتى التوصل إلى اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 ومعاهدة السلام التي وقعت عام 1979. أصبح مبارك رئيسا للجمهورية بعد اغتيال السادات في 6 أكتوبر 1981، واستمر في الحكم لخمس فترات، بداية من 1981 وحتى تنحيه عن حكم البلاد في 11 من فبراير عام 2011. هذا وتوالت ردود الأفعال العربية والدولية على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. المزيد في سياق العرض التالي. We'll be right back.
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة الاتصالات خاصة في ملف التحول الرقمي. وخلال لقائه وزير الاتصالات عمرو طلعت استعرض مدبولي الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة. من جانبه أشار طلعت إلى أن ترتيب مصر صعد في يناير إلى الثالث أفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت بدلا من المركز الأربعين أفريقيا في يناير 2019. كما استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا عن تعامل منظومة الشكاوى الحكومية مع شكاوى وبلاغات المواطنين المتعلقة بتداعيات وآثار الأمطار. وأشار التقرير إلى أنه تم التعامل مع 284 شكوى من 12 محافظة معظمها في محافظة القاهرة، حيث تمت متابعة الإجراءات المتخذة تجاه تلك الشكاوى وجهود الجهات المعنية لإزالة أسبابها. أكدت وزارة الخارجية التزام مصر بالمسار التفاوضي الذي ترعاه الولايات المتحدة والبنك الدولي حول سد النهضة، وردا على سؤال من أحد المراسلين حول عدم مشاركة إثيوبيا في اجتماع واشنطن الوزاري المقرر اليوم، قالت وزارة الخارجية إن الهدف من الاجتماع هو وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدة حضور وزيري الخارجية والموارد المائية والري تقديرا لدور واشنطن واتساقا مع النهج المصري الذي يعكس حسن النية والرغبة المخلصة في التوصل إلى اتفاق نهائي حول ملء وتشغيل سد النهضة. أدانت مصر قرار الحكومة الإسرائيلية السماح ببناء 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة، ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ القرار بالمنافي للقانون الدولي ممثلا في قرارات مجلس الأمن والمرجعيات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وبأنه يقود فرص التوصل لسلام مبني على حل الدولتين. قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبي إن الميليشيات تستخدم أسلحة ثقيلة ومدافع في استهداف المدنيين بالعاصمة الليبية طرابلس. وخلال مؤتمر صحفي في مدينة بنغازي أضاف المسماري أن أردوغان يسعى إلى السيطرة على مقدرات الشعب الليبي ويجند الإرهابيين وينقلهم إلى ليبيا. أود أن أتحدث على موضوع آخر مهم جدا، وهو الدور الذي يقوم به أردوغان السيطرة على مقدرات الشعب الليبي. And also we have talked about another very important situation which is the attempts by Erdogan to control the resources of the Libyan people. من خلال تجنيده لمجموعات إرهابية متطرفة خطيرة جدا. That is through the recruitment of extremists and dangerous terrorist groups. قاتل بهم سابقا في سوريا يريد الوصول إلى دمشق ولكن فشل أمام القوات المسلحة السورية. He has used them previously in Syria in his attempts to reach Damascus, but was stopped by the valiant efforts of the Syrian army. الآن يحاول الوصول بهم إلى تحقيق مآربه من خلال طرابلس ومصراته في ليبيا. And now he is attempting to achieve his goals through Tripoli and Misrata in Libya. دائما نتحدث أن أردوغان ينقل إرهابيين متطرفين. We've continuously talked about how Erdogan is transporting dangerous extremists. وينقل مجرمين خطيرين جدا. يؤدي اليوم رئيس الوزراء التونسي الياس الفخفاخ وأعضاء فريقه الحكومي اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج الرئاسي، وذلك بعدما صوت البرلمان التونسي على منح الثقة لحكومة الياس الفخفاخ بأغلبية 129 صوتا مقابل معارضة 77. من جهته أكد الفخفاخ في كلمته أمام البرلمان أنه اختار أعضاء حكومته على أساس الكفاءة، معربا عن أمله في أن تبني حكومته وحدة وطنية حقيقية. وينك اخترت الحقيقة ما اخترتش هكا، أما كل ما نلقى جهة أخرى نفرح. نقول قريب نخلطوا ل 24 ولاية. وخلطنا 17 ولاية على 24. والكل مكافئات، ما فم بريسك ما اخترت مش بريسك 100% ما اخترت حتى واحد على خاطره جهة. اخترته على خاطره كفاءة، وعلى خاطره وطني، وعلى خاطره مصلح. والحمد لله اللي 17 ولاية فيهم الأشخاص هذوما. 17 ولاية على 24.
زار الرئيس التونسي قيس سعيد مقرا للحرس الوطني بمنطقة بئر برقابة في مرتفعات القصرين والتي تنتشر فيها جماعات إرهابية، وأشاد قيس سعيد بالنجاحات الأمنية التي حققتها الوحدة بالاشتراك مع الجيش الوطني خلال العملية الاستباقية والتي جرت الثلاثاء الماضي، وأسفرت عن مقتل عنصرين إرهابيين وضبط بنادق كلاشينكوف ورمانات يدوية وذخيرة. وشدد قيس سعيد على مواصلة المضي قدما للقضاء على الإرهاب وضمان أمن التونسيين. استعادت وحدات الجيش السوري مناطق واسعة في ريف إدلب الجنوبي بعد تقدم نوعي جديد ضد الجماعات الإرهابية الموالية لتركيا. وذكرت تقارير أن الجيش السوري سيطر على نحو 60 بلدة وقرية في المنطقة الجنوبية من إدلب ومحافظة حماة المجاورة في الأيام الثلاثة الماضية. نفى مصدر عسكري روسي صحة التقارير التي تحدثت عن سيطرة الفصائل المدعومة من تركيا على مدينة سراقب الاستراتيجية في ريف إدلب. يأتي هذا بينما وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمجموعات الإرهابية التي حاولت الهجوم على محور سراقب بريف إدلب. وأشارت وكالة الأنباء السورية إلى أن وحدات الجيش السوري وجهت ضربات مكثفة للمجموعات الإرهابية المهاجمة وكبدتها عشرات القتلى والمصابين ودمرت عدة عربات مدرعة. أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين تركيين وإصابة اثنين آخرين. وأشارت الوزارة إلى أن القتلى سقطوا في ضربة جوية استهدفت القوات التركية العاملة بمحافظة إدلب السورية. يعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة محمد توفيق علاوي. وكان علاوي قد أكد أن حكومته تضم مستقلين أكفاء ونزيهين لطي صفحة المحاصصة. من جهته قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إن انعقاد جلسة اليوم لا يعني بالضرورة التوافق على تمرير حكومة علاوي، مشيرا إلى أنها لم تطبق معايير الاستقلالية المطلوبة. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إدراج الأمين العام لكتائب حزب الله في العراق أحمد الحمداوي على قائمة الإرهاب. وأوضح هانسان سيلز الملاصق بوزارة الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي أن جماعة كتائب حزب الله مسؤولة عن العديد من الهجمات الإرهابية ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، بما فيها الهجوم الصاروخي على قاعدة جوية بالقرب من محافظة كركوك في ديسمبر الماضي. أعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون عن انطلاق أعمال حفر أول بئر نفطية في لبنان اليوم، معتبرا في كلمة له أن هذا الحدث سيشكل حجر الأساس للصعود من الهاوية ومحطة جذرية لتحول الاقتصاد اللبناني من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج. في مسعى لإنقاذ الاقتصاد الوطني المتدهور، أعلن لبنان أخيرا بدء عمليات التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط بعد تأجيلها لأكثر من مرة، مع توقع خروج نتائج البئر الاستكشافية الأولى خلال الشهرين المقبلين. الإعلان جاء رسميا في خطاب وجهه الرئيس اللبناني ميشيل عون إلى الشعب، معتبرا بدء أعمال التنقيب عن الغاز بالشراكة مع توتال الفرنسية يوما تاريخيا في مسيرة لبنان. إنه ليوم تاريخي سيشهده لبنان في الغد، فهو سيفصل بين ما قبله وما بعده، وسوف يذكره حاضر لبنان ومستقبله بأنه اليوم الذي دخل فيه وطننا رسميا نادي الدول النفطية. يأمل اللبنانيون في تحقيق كشف نفطي في أقرب وقت ممكن لإعطاء دفعة إلى الاقتصاد اللبناني الذي يكابد من ديون متراكمة بلغت 92 مليار دولار، وهو ما يزيد على 150% من إجمالي الناتج العام للبلاد.
وتعمل الحكومة اللبنانية جاهدة للتخلص من أعباء الديون، خاصة في مسألة السندات الدولية المستحقة خلال العام المالي الحالي. الموافقة على الاستعانة بالاستشاري المالي لازار والاستشاري القانوني كليري غوتليب لتقديم خدمات استشارية للحكومة ومواكبة القرارات والخيارات التي سوف تتخذها في إطار إدارة الدين العام. ويأمل كثيرون أن يسهم اكتشاف النفط والغاز قبالة السواحل اللبنانية في خفض الديون الضخمة للبلاد، وكذلك خلق وظائف في مجال الطاقة، مما يحول الاقتصاد اللبناني من استهلاكي ريعي إلى منتج يساهم فيه الجميع. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تصنيف 3 أفراد و12 كيانا لبنانيا على قوائم الإرهاب العالمي، وبحسب بيان الوزارة تم وضع كل من جواد نور الدين وقاسم محمد والشيخ يوسف عبد الرضا، جميعهم مقربون من حزب الله، على قوائم الإرهاب. يبدأ اليوم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير زيارة إلى السودان، ومن المقرر أن يلتقي شتاينماير مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ومع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وتعد هذه الزيارة هي الأولى لرئيس لدولة أوروبية منذ نجاح الثورة وتشكيل الحكومة الانتقالية. قالت زعيمة حزب الخير المعارض ميرال أكشينار إن أردوغان ليس جديرا بتولي منصبه، خاصة عقب الإخفاقات التي شهدتها البلاد مؤخرا في سوريا وليبيا، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية المتردية. وأضافت أكشينار أن أردوغان يبحث عن مجد شخصي بإرسال جنود أتراك في ليبيا وسوريا، مشيرة إلى أن اعترافه بسقوط قتلى أتراك في الجهتين يؤكد فشله وجر البلاد إلى معارك لا طائل لها. سجلت أعداد السجون في فترة حكم أردوغان ارتفاعا ملحوظا، إذ تم افتتاح 200 سجن فيما اقترب عدد السجناء من 300,000 سجين. وبحسب بيانات رسمية من وزارة العدل التركية تم افتتاح 196 سجنا خلال 14 عاما ممتدة من 2006 وحتى 2020. وقال نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض عمر فاروق أغلو إن إنشاء كل هذه السجون دليل على تلاشي العدل بالبلاد. أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل 7 أشخاص وسقوط عدد من الإصابات في حادث إطلاق نار بمدينة ميلواكي بولاية ويسكونسن، وأوضحت أن الشخص مطلق النار كان يعمل موظفا في مصنع للكحول وطرد من عمله، فأطلق النار داخل المصنع وقتل 6 أشخاص قبل أن يلقى مصرعه. اعتبر المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة أن التهديدات التي تواجهها الولايات المتحدة إلى روسيا ودول أخرى تعرقل الوصول إلى عالم خال من السلاح النووي. وخلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي تمهيدا لتنظيم مؤتمر دولي حول معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، قال المندوب الروسي إن التخلي عن السلاح النووي يبقى ضمن أولويات السياسة الخارجية الروسية. أعلنت السلطات الصحية في الصين ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى أكثر من 2700 حالة، بعدما سجلت الساعات 24 ساعة الماضية وفاة 29 شخصا بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجلها البلاد منذ نحو شهر. كما أعلنت السلطات الصحية في الصين ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى أكثر من 78,000 شخص، بعدما سجلت في الساعات 24 الماضية إصابة 433 شخصاً.
قررت الحكومة السعودية تعليق الدخول إلى أراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا ضمن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. كما قررت الحكومة السعودية تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل فيها فيروس كورونا خطرا. أعلنت وزارة الصحة الكويتية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد ارتفع إلى 43 شخصا، وأشارت الوزارة إلى أنه تم نقل جميع الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا إلى أماكن للعزل الصحي. وأضافت الوزارة أن جميع الحالات المصابة بالكورونا قدمت من إيران، مشيرة إلى وجود تنسيق مستمر مع كافة الجهات الحكومية لمتابعة انتشار كورونا. أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل سادس حالة إصابة بفيروس كورونا لشاب عائد من إيران. هذا أعلنت خلية الأزمة الحكومية العراقية تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التربوية والجامعات لمدة 10 أيام بسبب فيروس كورونا. كما حظر القرار السفر إلى الصين وإيران وتايلاند واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تخصيص الكونغرس مبلغ 2 مليار و500 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا، وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أنه تم تسجيل 15 حالة إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، منوها إلى أن إدارته مستعدة لتعزيز إجراءاتها الرامية لمكافحة الفيروس. ويتم العمل الآن على تطوير لقاحات سوف يتحدث إليكم المتخصصون بشأنه، ونتحدث مع الأطباء ونعتقد بأننا يمكننا أن نعمل على تطوير لقاح قريب، وأننا ماضون في دعم شركائنا وكافة الدول التي تضررت. نعلم أن النسب تتفاوت بين دول كثيرة، بعض الدول كانت نسب الإصابة فيها بواقع 1% وغيرها، لكننا مستعدون لأي شيء قد يحدث إذا ما اندلع هذا الوباء على مستويات كبرى، لكنه حتى اللحظة بمستويات منخفضة ونود أن يبقى بذلك. قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بالاتحاد بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز والتي كان محددا لها الاثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك. وقرر اتحاد الكرة اعتبار النادي الأهلي فائزا بالمباراة بهدفين نظيفين مع خصم 3 نقاط أخرى من رصيد نادي الزمالك في نهاية الموسم الجاري. فاز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على مضيفه ريال مدريد الإسباني بهدفين لهدف واحد في ذهاب دور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا. افتتح إسكو التهديف لريال في الدقيقة 60 قبل أن يدرك جابرييل خيسوس هدف التعادل للسيتي من ضربة رأسية متقنة في الدقيقة 78. عاد فيها حكم المباراة لتقنية الفيديو من أجل التأكد من صحة الهدف قبل أن يحتسب ركلة جزاء للسيتي في الدقيقة 83. حقق فريق ليون الفرنسي انتصارا ثمينا على ضيف يوفنتوس الإيطالي بهدف نظيف في ذهاب دور 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث سجل هدف ليون واللقاء الوحيد لعبه الفرنسي الشاب لوكا توسارت في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول. ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين يوفنتوس وليون في يوم 17 من مارس المقبل في إيطاليا.
يسود اليوم طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا بالقاهرة الكبرى وفي الوجه البحري، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. نهاية النشر، والآن إليكم تذكرة بأهم عناوينها. الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. بعد نيلها ثقة البرلمان، حكومة الفخفاخ تؤدي اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي. السعودية تعلق الدخول لأراضيها لأغراض العمرة والسياحة مؤقتا بسبب فيروس كورونا. وفي الختام، لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.